شكرا جزيلا لك رعد. نجم سلمان رائع كنت، واكيد رح نرجع لكم في حديقه التلفزيون بالاضافه لفرقه الجيل اللي موجوده معاكم كمان، يعني عم بتزيدوا هذا العيد بهجه وقلقا بهذا الاحتفال الرائع والاصوات الجميله الشابه الاردنيه. على اي حال احنا برضو حديثنا لا زال متواصلا فيما يتعلق بهذا اليوم الوطني بامتياز، بنحكي عن الاستقلال وبنحكي عن ذكرى الاستقلال في 25 ايار ونعود الى العام 1946، ونتحدث دائما لما بنرجع بجوز لكل فترات الدولة الأردنية والأردن هذه الدولة الراسخة القوية، نتحدث عن مؤسسة جدا مهمة ولا زالت مهمة، كانت ولا زالت وستظل مهمة، نتحدث عن المؤسسة العسكرية. بالتأكيد يعني الاهتمام لا زال موصولا ب يعني تمكين هذه المؤسسة أكثر وزيادة منعتها وقوتها وكوادرها المؤسسية. اليوم يسرنا أن يكون معنا أحد منتسبي هذه المؤسسة الرائدة والرائعة والتي تحمي هذا الوطن، اللواء المتقاعد وأيضا العين الأسبق الأستاذ عوني العدوان. باشا أهلا وسهلا فيك، كل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير يا سيدي. الله يخليك، كل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير. هاي المناسبة إحنا حقيقة بنوجه كل التحية والتقدير لجلالة قائد الوطن جلالة سيدنا وللشعب الأردني بمناسبة عيد استقلال المملكة 71. الله يعافيك. أسعد الله صباحك باشا مجددا، وكل عام وأنت بألف خير. أنت بألف خير يا سيدي. حقيقة إذا تحدثنا عن صمام الأمان وحماة هذا البلد المضياف، هذا البلد الآمن، حماة الشعب الأردني، حماة القيادة الهاشمية، لن نتناسى وكما يعلم من يشاهدنا الآن أن جلالة القائد الأعلى هو زميل ورفيق سلاح لحماة الوطن، هو شخصية عسكرية بامتياز كما هو شخصية سلام وقائد سلام بامتياز. مسيرة التطور والحداثة ما قبل الاستقلال بنيت الجيش العربي المصطفوي وهو امتداد لطلائع الثورة العربية الكبرى بقيادة الشريف الحسين بن علي، وصولا إلى قواتنا المسلحة الباسلة الجيش العربي بهذه المنعة، بهذه الجاهزية، بهذا الاستعداد، الكفاءة على مستوى الآليات، على مستوى التمرين، على مستوى الخبرات العسكرية التي أصبحت بالخارج الآن تدرب يعني جيوش مختلفة من خلالك. إن شاء الله يا سيدي. الحقيقة إحنا لما نتكلم عن المؤسسة العسكرية اللي هي كبرى مؤسسات الدولة الأردنية، نشأتها وتطورها من عام 1921 لغاية الآن، لابد طبيعي هاي فترة طويلة لابد أن نقسمها لمراحل ونعمل فوكس على كل مرحلة شو اللي تم التطور فيها. طبيعي نتائج الثورة العربية الكبرى العام 1921 تقريبا هو اتخذ القرار بعام 1920 بتأسيس الجيش العربي. طبيعي أدرك سمو الأمير عبد الله في ذلك الوقت أنه لابد لأمارة شرق الأردن من قوة أنها تحميها وتحافظ على أمنها، فتم تأسيس القوات المسلحة الأردنية في عام 1921، وكانت على الشكل التالي طبيعي اللي تكونت من القوة العربية، القوة العربية اللي هم الأفراد اللي أجوا مع جلالة المغفور اللي هو الملك عبد الله الأول، رجال الثورة العربية الكبرى عددهم كان تقريبا 25 ضابط و250 جندي، والمجموعة الثانية كانت اللي هي قوة الأمن العام. طبيعي اللي أدرك المغفور له جلالة الملك عبد الله الأول أنه لابد من قوة تحمي النظام الداخلي داخل الإمارة. أيضا في هنالك القوة السيارة كان تقريبا عددها 750 من الفرسان ومن قوات المشاة. طبيعي إحنا بدنا نتكلم عن فترة من 1921 لغاية 1953. طبيعي هاي الفترة بتعرف أنت مرت في تجارب عديدة ومحن كبيرة جدا، من أهمها كان حرب عام 1948 حرب فلسطين وشاركت فيها القوات المسلحة الأردنية. على فكرة بس بدي أرجع لورا اللي هو تم تسمية القوات المسلحة الأردنية بعد تقريب أو في عام 1923 بالجيش العربي. أيضا يحمل نفس الاسم ولا زال يحمل ولا يزال يحمل نفس الاسم طبيعي إيمانا من جلالة المغفور له الملك عبد الله الأول بأنه هذا الجيش هو عروبي. جيش العرب جميعا، جيش جزء من الأمة العربية
وأي مكان في الأمة العربية يتطلب أنه هذا الجيش يتدخل يجب أن يتدخل لحماية الأمة العربية كافة. الطبيعي التطور بدأت بقوات خفيفة مشاة وفرسان، وتم في خلال هذه الفترة تشكيل سلاح المدفعية وتشكيل سلاح الجو. طبيعي سلاح الجو عبارة عن طائرات مروحية وطائرات عمودية خفيفة، بالإضافة طبيعي إلى سلاح الفرسان وسلاح المشاة اللي كان هو نواة التأسيس. خاض حرب 1948 بكل بسالة، وقدم التضحيات والشهداء على أرض فلسطين الطاهرة، وكان في له دور كبير جدا على المحافظة على القدس الشرقية، وأبلى بلاء حسنا في هذه الحرب. الطبيعي الفترة الثانية من التطور القوات المسلحة هو الفترة اللي ممتدة ما بين 1953 لغاية 1966. طبيعي هنالك مرحلة تاريخية ومهمة جدا في هذه الفترة اللي هو تعريب الجيش العربي. طبعا تعريب الجيش العربي الكل بيعرف انه تم في 1 اذار سنة 1900 نعم 1956 عندما ارتأى جلالة المغفور له الملك حسين رحمه الله انه القيادة تكون عربية، وايضا كتب في مذكراته في مهنتي كملك بالصفحة 86 انه مهما كان القائد اللي هو يعني كلوب باشا اللي كان قائد الجيش ايامها ما كان يقدر يخفي ولائه لدولته الام، فلذلك ارتأى على اساس انها تكون القيادة عربية، واتخذ مجلس الوزراء قرار بتعيين اللواء راضي عناب قائدا للقوات المسلحة او رئيسا لاركان القوات المسلحة الاردنية في ذلك الوقت. الطبيعي هذا أهم حدث صار في الفترة اللي بنحكيها إحنا من 1953 لغاية 1966. 1966 اللي هي كانت الفترة اللي تلت أو سبقت الحرب العربية الإسرائيلية سنة 1967. طبيعي القوات المسلحة الأردنية زاد عددها في ذلك الوقت ووصلت تقريبا إلى 55,000 منتسب ما بين ضابط وضابط صف وفرد. أيضا دخلت بعض الأسلحة لكنها كانت هي أسلحة خفيفة، وبعض الدبابات اللي في ذلك الوقت كانت قديمة نوعا ما. والقوات المسلحة الأردنية أو الجيش العربي كان جزء من الأمة العربية. وننتقل إلى الفترة اللي بعديها اللي هي فترة 1966 أو 1967 لغاية 1976. طبيعي في هذه الفترة اللي هو خاضت القوات المسلحة الأردنية حرب 1967، والكل بعرف ما هي كانت النتائج طبعا. بالنسبة للحرب كانت القوات المسلحة الأردنية هي جزء من القوات العربية اللي خاضت هذا الحرب، ومثل ما حكيت أنا اللي هو كانت نتائجها كلها بنعرفها. طبيعي في هذه الحرب في هذه الفترة أيضا خرجت القوات المسلحة الأردنية منهكة من 1967، وبعدها بسنة مباشرة دخلت حرب الكرامة. طبيعي إعادة الهيبة بالضبط. الآن هذا نقطة تحول كبيرة جدا في تاريخ القوات المسلحة الأردنية، لا بل في تاريخ القوات العربية والأمة العربية كلها كاملة. كانوا بحاجة لهذا النصر يعني بالضبط. المنطقة كلها كانت إعادة الهيبة للأمة العربية، إعادة الهيبة للجيوش العربية كافة بعد خسارة الحرب في عام 1967، وكانت أول انتصار للأمة العربية في حرب الكرامة عام 1968. الكل بيعرف التاريخ المميز اللي هو 21/3 و 21 آذار. على الرغم من قلة التسليح، على الرغم من الفترة القصيرة اللي تلت حرب 1967 لإعادة التنظيم، طبيعي إحنا كل مرحلة من هاي المراحل كانت القوات المسلحة الأردنية تتعلم دروس كثيرة جدا وعم تتطور يعني بالضبط. اضطراد أنهينا حرب 1967 ودخلنا حرب الكرامة، طبيعي صار في عنا إعادة تنظيم القوات المسلحة. كانت في البداية القوات المسلحة الأردنية تتشكل من كتائب ومن ألوية، وكان اسمها الجبهة الشرقية في ذلك الوقت. بعد ما احنا خرجنا من 1967 أعدنا تنظيم قواتنا المسلحة بنظام الفرق، أيضا أعدنا السياسة التدريبية للقوات المسلحة، ودخلت استراتيجية جديدة، وعدلنا على بعض المفاهيم بالعقيدة القتالية للقوات المسلحة الأردنية، وهذا كان سبب رئيسي في يعني القوة اللي أعطتنا المنعة في خوض معركة الكرامة والانتصار فيها. وتم في هذه المعركة اللي هو تحطيم الأسطورة
للجيش الإسرائيلي اللي هو الجيش الذي لا يقهر بالضبط في هذا في ذلك الوقت. بناء يعني باشا أنت كنت أحد قادة هذا الجيش، الجيش العربي اللي لا زال يحتفظ بهذا الاسم العروبي، لأنه يعني من عقيدة هذا الجيش إنه إحنا أبناء أمة عربية ممتدة يعني من المحيط إلى الخليج، وعقيدة راسخة هذه. وأنا كنت دائما حتى نستضيف القادة المتقدمين في العمر بمناسبات مختلفة كعيد الجيش أو غيرها، دائما كانوا يذكروا فلسطين. يعني فلسطين عقيدة أيضا ثابتة في 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 الروح المعنوية والقتالية للجيش الأردني، وهذا واضح بجوز بالتاريخ واضح حاليا. نتحدث عن العقيدة أكثر، نتحدث عن الاستمرار في بناء هذه العقيدة والحفاظ عليها مع التطوير المستمر للجيش. بالضبط، يعني احنا لما نتحدث عن القوات المسلحة الأردنية بنتحدث عن امرين رئيسيات، وهذا كنت انا بدي احكي فيه بفترة تحديث القوات المسلحة من 1999 لغاية الآن اللي هي فترة استلام جلالة سيدنا الله يطول عمره. دخلت عنا اللي هو مرحلة التحديث والحداثة. طبيعة في فرق كبير ما بين التحديث والحداثة. التحديث هو في المعدات والأسلحة والتكنولوجيا، والحداثة في الفكر. الحداثة اللي هو فكرنا الاستراتيجي، فكرنا العقائدي كمان أيضا تغير عن السابق. طبيعي فترة بعد 76 احنا حقيقة صار في عنا تطور كبير جدا، وتشكلت القوات الخاصة في ذلك الوقت. وبعديها اللي فترة الثمانينات، ايضا فترة السبعينات نرجع شوي اللي هو شاركة القوات المسلحة الأردنية في حرب تشرين، اللي هو دخلت القوة بحجم تقريبا لواءين على سوريا وحاربت في حرب تشرين، وكانت لها وجود واعترف القادة الإسرائيليين بكفاءة وقدرة هذه القوات على إدارة المعركة من خلال الجبهة السورية. طبيعي تم وضع الأردن على الخارطة الدولية من خلال قوات حفظ السلام، يعني القوات المسلحة اللي هي الذراع القوي للدولة الأردنية، وأيضا إحدى أدوات السياسة الخارجية أصبحت القوات المسلحة. صحيح. اللي هو الآن أثبتت وجودها في المحافل الدولية، وفي تقريبا إحنا شاركنا في 36 أو 38 دولة. لو نرجعنا للقبل وقلنا إحنا متى بدأت مشاركة القوات المسلحة الأردنية في عمليات حفظ السلام، يعني حقيقة في تاريخ أنا بدي أحكي بجوز الناس يستغربوا منه، سنة 1961. نعم. 1961 كان في لنا كتيبة، كتيبة المشاة 14 أرسلت إلى الحدود الكويتية العراقية حتى تحقن دماء الأمة العربية. نعم. وحفظ السلام. نعم، وحفظ السلام. نعم. بهذا شو اسمه؟ حفظ السلام بعدين صارت مهمة دولية. نعم. يعني هذا الدور أخذ منحا دوليا. صحيح. بالضبط، سنة 1989 بدأت اللي هو أول قوة إلنا اللي راحت على الكونغو مهمة المراقبين الدوليين. وبعدها صارت القوات المسلحة أو أصبحت القوات المسلحة تشارك بأعداد كبيرة جدا في يوغوسلافيا السابقة، وبعديها في مناطق عديدة في إفريقيا وفي الدول الكاريبي. حقيقة القوات المسلحة تختلف عن باقي القوات المسلحة الأخرى. أول شيء من حيث التأسيس، 25 سنة تأسست هذه القوات قبل تأسيس أو قبل استقلال المملكة الأردنية الهاشمية. اثنين، التداخل ما بين القوات المسلحة والنظام الاجتماعي الأردني، كان في لها القوات المسلحة دور كبير جدا في بناء الشخصية الأردنية أيضا. طبعا الفترة الذهبية للقوات المسلحة في التطوير والتحديث اللي هي فترة 1999 ولغاية الآن. بالفعل فترة أنا هذا كنت أسألك عنه، يعني أنت من الجيل المخضرم والله يعطيك الصحة وطولة العمر. إحنا صرنا نسمع على يعني في عهد جلالة الملك عبد الله الثاني أشياء مثل كادبي مثلا. نعم. التصنيع العسكري الأردني، يعني هذا شيء مفخرة صار لنا على مستوى الإقليم أن يكون في تصنيع عسكري، يكون في يعني مؤسسة عسكرية تصنع سلاحها مثلا، يكون في معارض على مستوى العالم وتدريب على مستوى العالم. كيف ترى هذا الحراك وهذا التطور التقني خلينا نقول والعسكري؟ يا ستي، يعني بعد ما استلم جلالة سيدنا القائد الأعلى للقوات المسلحة، أصبح القائد الأعلى للقوات المسلحة من رحم المؤسسة العسكرية، جندي من جنود جندي من جنود القوات المسلحة، إذن يعرف كل شيء. الحقيقة من خلال تجاربي أنا بالميدان كان في بعض المناسبات يجينا أسلحة
وبدنا احنا نجرب هاي الاسلحه بحضور جلاله سيدنا. نعم. تعرفي اي واحد بده يكون حاضر مع جلاله سيدنا بده يحضر للموضوع كثير ويعرف عن السلاح وشغلات زي هيك. نتفاجأ انه احنا لما نروح وبدنا نحكي عن السلاح هذا نتفاجأ انه جلاله سيدنا لديه المعلومات الكامله والكافيه واكثر من احنا اصحاب الاختصاص. هذا شيء هذا يحسب لجلالة الملك، وهذا من الأسباب الرئيسة بتطوير المؤسسة العسكرية باختلاف صنوفها. لا نتحدث فقط عن الجيش العربي المصطفوي، لكن نتحدث عن أجهزة أمنية، نتحدث عن مديرية الأمن العام، قوات الدرك، إدارة المخابرات العامة، أيضا مديرية الدفاع المدني، ضباط صف أفراد، الكفاءة العالية اللي استمدوها باشا أيضا من رفيق السلاح ورفيق الدرب، يعني الضابط الأول بالقوات المسلحة جلالة الملك. الآن بالختام إذا تحدثنا من خلال الباشا عوني العدوان لزملائك سواء المتقاعدين أو العاملون الآن بكافة تشكيلات ومرتبات الجيش العربي المصطفوي والأجهزة الأمنية بهذا اليوم الأغر استقلال المملكة الأردنية الهاشمية 71، يا سيدي احنا بالختام بس انا بدي اعمل هايلايت لفتره جلاله سيدنا. انه الفتره هاي تميزت بدخول التكنولوجيا للقوات المسلحه الاردنيه. مثل ما تفضلتي انت احنا في شهر 8 من عام 1999 تم تاسيس الكادبي. طبعا فكره جلاله سيدنا ادرك جلاله سيدنا على انه احنا لا يجب ان نكون مصنعين للسلاح، مصنعين للذخائر، ويجب ان تكون القوات المسلحه معتمده على نفسها ذاتيا. طبعا واحنا الان وصلنا الى مرحله الحمد لله اصبح هذا الصرح العلمي العسكري. العسكري ينتج اسلحه طبعاً. نعم الحمد لله. واصبحنا جزء يعني تقريبا شيء بسيط انه احنا نعتمد على مصادرنا وعلى ذاتنا. التكنولوجيا مهمة جدا اللي أدخلها جلالة سيدنا. الفكر الاستراتيجي والعقائدي للقوات المسلحة تغير كليا. عندنا بتاريخ أو 2004 أمر جلالة سيدنا بإجراء مراجعة استراتيجية للقوات المسلحة كاملة، وتم إعادة تنظيم القوات المسلحة، تم وضع عقيدة قتالية جديدة، وتم وضع السياسة الدفاعية، وتم وضع بناء على معطيات. نعم. المنطقة بناء على معطيات. دخلت الأردن بالحرب العالمية ضد الإرهاب بالتأكيد. الآن إحنا كل مرحلة بتصير بالإقليم، كل مرحلة بتصير بالعالم نغير بعقائدنا القتالية. عقائدنا القتالية مرنة جدا حتى تلائم وتوائم المسجدات. استراتيجيات عسكرية. الأسد المتأهب، يعني قبل الختام والرسالة، وأنت ضليع ومتخصص وكنت قائدا لعمليات متعددة بالمناورات ما بين جيوش عربية كتمرين وكجاهزية حقيقة للجيش العربي وباقي الجيوش العربية، قبل أن تتقدم برسالة لمن ذكرناهم زملائك بالخدمة أو من تقاعدوا. والله سيدي هذا التمرين عزيز جدا علي. أعلم تماما. كنت قائد لهذا التمرين 3 سنوات، أول سنة وثاني سنة، بعدين تلقينا التوجيهات من جلالة سيدنا أنه يجب أن يكون القائد قائد هالقوات هاي كلها كاملة يجب أن يكون أردني. أول كان مشترك، لكن إحنا بناء على توجيهات جلالة سيدنا وعملنا، والحمد لله الآن قائد التمرين هو ضابط أردني، وكل قوات المشاركة في هذا التمرين تكون تحت القيادة الأردنية. لأنه عندما تعمل هذه القوات على أرض أردنية يجب أن يكون القائد أردني، ونحن أثبتنا لكل العالم أنه إحنا لنا القدرة الكاملة على قيادة هذه القوات بما ننعم به من أمن واستقرار، وبما ننعم به من فكر وعقيدة متطورة تستطيع أنها تواكب أكبر الجيوش وأعظم الجيوش. إحنا فخورين فيكم أنتوا أدها يعني أبناء المؤسسة العسكرية، وأنت خير مثال على ذلك. أنا بدي أشكرك جزيل الشكر على وجودك معنا هذا الصباح في هذه الحلقة الخاصة. ليس أجمل من أن تكونوا معنا يعني أبطال المؤسسة العسكرية من أمثالك اللواء عوني العدوان. شكرا جزيلا لوجودك معنا هذا الصباح، وإحنا مباشرة سننتقل إلى فاصل قصير ومن بعده بنرجع لكم للاستوديو وضيوفنا الكرام. نعم.